السلام عليكم، معكم شركة المحيط للسياحة والسفر. احنا الآن في فندق الماريوت كوالالمبور، نصور غرفة من نوع جينيور سويت. طبعا لديهم في كل طابق 2، لديهم 44 غرفة في الفندق كامل. طبعا الجينيور سويت كما تشاهدون هنا، هذه الصور تأتيكم من شركة المحيط للسياحة والسفر حصرية. هنا معنا كينج بيد يتسع لشخصين، وهنا طبعا التواليت، غرفة ما شاء الله واسعة تتسع لشخصين وطفل. طبعا الطفل ممكن تطلبه له سرير إضافي تدفع عليه 120 إلى 150 رينجت تقريبا مع الصبح مع الإفطار. طبعا الفندق لديه سياسة جديدة، وهي يعني بدل الواحد يطلب مثلا شقة غرفتين، الآن أصبح يوصلوا هذه الغرفة مع غرفة ثانية من نوع ديلكس. لذلك العوائل اللي معهم أكثر من 4 أشخاص 3 أطفال ممكن يطلبوا هذا النوع من الغرف اللي هو جينيور سويت مع غرفة ديلكس. إذا بتتسع لأربع أشخاص وماكسيمم 3 أطفال، وبيكون أرخص من أنك تستأجر طبعا أو تشتري شقة غرفتين، لأن شقة غرفتين هنا فقط 3 وفيها حمام واحد فقط. لذلك السياسة الجديدة للفندق بأنهم يوصلوا غرفة ديلاكس مع جينيور سويت، بتكون أرخص وبتتسع أيضا لنفس العدد وفيها أيضا 2 حمامات. إذا معكم كانت شركة المحيط للسياحة والسفر، والسلام عليكم.